في إطار التحضيرات لموسم الحج لسنة 1444-2023، انطلقت الفحوصات الطبية والتلقيحات لفائدة الحجاج على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية عين ولمان، أين تم تخصيص العيادة المركزية عباوي عبد العزيز كمركز لإجراء الفحوصات والمراقبة الطبية، حيث تم تسخير الأطقم الطبية والشبه الطبية والإدارية وكذا كافة الوسائل اللوجستية. اليوم الأول من العملية إقبال كبير من طرف الحجاج، مع حسن التنظيم والسير الحسن للمصلحة والتكفل الجيد بضيوف الرحمن، وهو ما رصده ميكروفون صوت صديق. والحمد لله، الله يوصلنا إن شاء الله بخير وعافية، والله يبقى خشد الناس إن شاء الله، والحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله يا رب العالمين، كي لحقنا النهار اليوم ونستمر ان شاء الله بخير وعافيه. الحمد لله، لاباس اخويا، قايمين لاباس، داير الفاكسه، داير الفاكسه، داير كلش ان شاء الله. ربي ان شاء الله يثبتكم، ربي ان شاء الله يعطيكم ويسكب لي كما احنا ان شاء الله، هذا ما نطلبوكم ان شاء الله يا وليدي. جينا البلاد الصحي وراه قاموا بنا والحمد لله، وراهم دارونا كرنيات وراهم دينا قائمين بنا كلش. ان شاء الله نروحوا في هنا ونجيو هنا وندعو البلاد والعباد. ان شاء الله يكون يوم سعيد لكافة الحجاج، ونشكروا السلطات الصحية انهم قاموا بنا، دارونا لي فاكسان يعني بكل اريحية. والحاجة الثانية، نتمنى لكل إنسان أنه يتمنى يزور بيت ربي العالمين سبحانه وتعالى، يوفقوا ويسهلوا إن شاء الله. إن شاء الله العقوبة لنا يسكن إن شاء الله يروحوا. الحمد لله درنا لفاكسان الأولين، قاموا بنا بالشي اللي يقدروا عليه بالإمكانيات اللي متوفرت لهم. إن شاء الله ربي يصلح حال البلاد وحال العباد إن شاء الله. إن شاء الله ربي كتبها للناس الكل اللي متمنيها، إن شاء الله ربي كتبها له، وربي يبارك لكم في العمل تاعكم إن شاء الله. هذه هي جيت مع اختي وبني، جبتهم في الطوموبيل وبقينا هنا ننتظر فيهم ان شاء الله يعقبوا، وان شاء الله يكونوا مقبولين ان شاء الله. اليوم فاتنا ثاني عن طب اللي هنا ما شاء الله، يعني الحمد لله يا رب العالمين، ربي يبارك فيهم ان شاء الله، ربي يحفظهم ان شاء الله. جينا الان في المؤسسه الصحيه الجواريه لمدينه عين ولمان، رانا هنا بالاجراءات تاع الحج، رانا في المركز الصحي هذا، رانا مع استقبلنا الاطباء ما شاء الله، والخدمات كانت ما شاء الله ممتازه من كل النواحي، جزاهم الله كل خير. ونتمنى ثاني الحجاجنا اللي راهم رايحين معنا ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله راهم نفس الشيء معنا، كل شيء راهم قاموا بهم ثاني كل شيء، ونتمنى ان شاء الله البلد هذه ان شاء الله ان يرزقنا رب العالمين بغيث نافعا لهذه البلاد ان شاء الله. ما درنا التلقيحات اليوم، رانا هنا على مستوى المركز بانديرو الفحوصات الطبيه، ان شاء الله ربي يوفقنا، ونطلب ان شاء الله ربي يبلغنا الطريق هذه ان شاء الله، وان شاء الله ينصر، ان شاء الله ربي يرزقنا الغيث. رانا حقيقه رانا في قحط، ربي ان شاء الله يغيثنا. استقبلنا مليح، الله يبارك، والله استقبلنا خيرات، الله يبارك، الحمد لله يا رب الحمد. فيما أكد الطاقم الطبي للجنة الولائية المكلفة بالفحص الطبي للحجاج عن سير العملية في ظروف جيدة. اللجنة الطبية الولائية لأداء مناسك الحج والمكلفة من طرف مديرية الصحة والسكان لولاية سطيف للتكفل بحجاج بيت الله الحرام على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين ولمان، قصد تكفل بحجيج ديات السبع. اللجنة الطبية الولائية تضم طاقم طبي متخصص في جميع التخصصات، ومنه طبيبة مختصة في علم الأوبئة والطب الوقائي، طب الأمراض المعدية، الطب الداخلي، وطب الأمراض النفسية والعقلية، حيث تقوم اللجنة المكلفة بالفحص الدقيق للحجيج من الناحية الصحية والبدنية والسلامة من المضاعفات للأمراض المزمنة وكذا
السلامة العقلية للتأهيل قصد أداء مناسك الحج في ظروف صحية جيدة وآمنة. في إطار التكفل الصحي والوقائي لموسم الحج 2023 قامت مؤسستنا بتلقيح الحجاج حسب الرزنامة التي سطرتها وزارة الصحة، وذلك على مستوى 7 بلديات التابعة لمؤسستنا. تم استقبال يوم 43 حاج من بلدية عين المان من طرف اللجنة الطبية الولائية، وتم تقديم الفحوصات الطبية اللازمة. اليوم رانا متواجدين بمدينة عين المان على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية عين المان من أجل فحص الحجاج بيت الله الحرام لمدينة عين المان، وكذلك مع تقديم النصائح والتوجيهات اللازمة للحجاج المصابين بالأمراض المزمنة لضمان دوام استقرار الحالة الصحية كمؤشر أساسي للتأهيل، لأنه في بعض الحالات يمكن إقصاء الحاج من أداء مناسك الحج بسبب العجز الصحي، وذلك حفاظا على سلامته واستنادا بالطبع وعملا بالتعليمات الوزارية سرية المفعول. وباسم الخاص وباسم مديرة المؤسسة السيدة المديرة والطاقم الطبي الحاضر معنا، نرحب بكم مرة أخرى. نحن اليوم بصدد تقديم خدمة طبية لحجاجنا الميامين، تتمثل في هذه اللجنة اللي أتت إلينا من الولاية، اللجنة الطبية إن شاء الله تعقب عليهم اليوم. من ناحية التلقيح، نحن قمنا بتلقيحهم في الأيام التي مضت، بقى الدور تاع اللجنة الطبية اليوم إن شاء الله تقوم بدورها كما ينبغي. بلاي منظرك مكة حزينة عشنا برايها بلق حجاج اللي مشيتوا في مكة دركته علينا وشربته من ماء زمزم وصلت والسلام عليك نهابينا.